الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. فبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من شهر مارس، ارتأيت لأتحدث عن نموذج للمرأة القائدة، فلم أجد خيرا من النموذج الذي تعهد الله بحفظه في كتابه الكريم وجعله آيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار. إنها نموذج للمرأة التي أنقذت قومها من دمار الدنيا وعذاب الآخرة. إنها بلقيس ملكة سبأ، بلقيس الحكمة، الذكاء، بلقيس الشورى، بلقيس وحرية الرأي. إن ذكر بلقيس المرأة الملكة وقصتها مع نبي الله سيدنا سليمان عليه السلام تحتاج منا إلى وقفات لنغوص في نفسية هذه السيدة التي تفضل الله بذكر قصتها في كتابه الكريم. وهذا يدل على عظيم إكرام الله للمرأة وإعطائها حقها ومكانتها المرموقة في كل زمان ومكان. وفي وقفة عميقة إلى ما توصل إليه العلم الحديث من أن القيادة علم وفن ولها سماتها الخاصة التي تميز القائد الفعال، فما هي يا ترى هذه السمات؟ وما هي عناصر القيادة؟ وما المهارات التي يجب أن يتميز بها القائد الناجح؟ لنلقي نظرة سريعة عن سمات شخصية القائد الشخصية وكيف تمثلت في بلقيس من خلال قصتها مع الملك سليمان. السمات الجسمية: يجب أن يكون القائد خاليا من العيوب الجسمية، قويا، جذابا، ذا صحة جسمية سليمة. وهذا يتمثل في بلقيس حيث تظهر لياقتها الجسمية في تحملها أعباء السفر من شهر إلى شهرين من سبأ إلى فلسطين، حيث إنه كان من الممكن إرسال الوزراء والمستشارين والاكتفاء بذلك. ثانيا، السمات الانفعالية: من المفروض أن يتميز القائد بالنضج والاتزان الانفعالي وأخذ الأمور بحزم وروية، وقد ظهرت هذه السمات في بلقيس فيظهر نضجها واتزانها في أكثر من موقف. منها: عندما وجدت الكتاب على عرشها لم تستفهم ممن هذا الكتاب أو كيف وصل إلى هنا، ولم تجادل عمن جاء به دون إذن، بل أخذت الكتاب بكل اتزان وحكمة وصبر وعرضته على مستشاريها، حيث قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. عدم الغرور والتكبر بما لديها من الجيش والعدة والعتاد. وفي الخطاب نداء بأن يأتوا مسلمين ودعوة إلى ترك دينهم، فلم تغضب بل قالت: ألقي إلي خطاب كريم. عدم تسرعها في اتخاذ القرار، حيث طلبت من الملأ رأيهم في المشكلة الكبيرة وشاركتهم في هموم المملكة وما تمر به من أزمة، وكانت صادقة مع نفسها أولا ثم مع وزرائها وشعبها. وكانت الاستشارة من الصفات التي اتسمت بها في حكمها. أيضا أخذ الأمور بهدوء وروية وحكمة وكسب للوقت للتعرف على سليمان وجنوده من خلال إرسال الهدية. ثالثا، السمات العقلية المعرفية: امتازت بلقيس بالذكاء والحكمة والإدراك وحسن وغزارة التفكير والحزم، وأول ما يظهر ذلك في عدة أمور: في شدة انتباه وإدراك عالي عند قولها إني ألقي إلي كتاب كريم، كون الكتاب قد وصل إليها بطريقة تختلف عن الطرق المتعارف عليها في توصيل الكتب، لذلك اتخذت أسلوب الغائب لعدم معرفتها بمصدر من جاء بالكتاب. كانت على درجة عالية من الانتباه والإدراك وقراءة ما بين السطور في كتاب لم يتجاوز 3 جمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فاستنبطت أنه من رجل كريم لا يطلب الدنيا، ولكن لا بد من الاختبار والتأكد. البدء ببناء علاقات إيجابية، وذلك بتأجيل فكرة الحرب واختيار موقف آخر تمثل في الهدية، لأن الهدية تلين القلوب. عندما سألها نبي الله سليمان: أهكذا عرشك؟ لم تثبت ولم تنكر وقالت كأنه هو. وأخيرا يظهر ذكاؤها وحكمتها بحفظها لملكها وبلدها من التدمير والحرب، وأسلمت عندما عرفت الحق وأسلم قومها بإسلامها، فحفظت على ملكها وأمن بلدها وقومها في الدنيا، وأنقذت نفسها وقومها من عذاب الآخرة.
رابعاً السمات الاجتماعية. بلقيس ملكة وقائدة حكيمة، مؤثرة ومحفزة وموجهة، لديها القدرة على إدارة الأمور وإقناع الآخر. وتظهر هذه الصفات أو السمات فيما يلي: عند استشارتها لقومها في أمر الكتاب أشاروا عليها بالحرب، فاستخدمت أسلوب النمذجة والتشابه والمواقف المماثلة. وفي الأخير نقول أنه من حق المرأة أن تكون قائدا مميزا كبلقيس إذا ما اتسمت بالصفات القيادية والريادية التي تجعلها تتجاوز إدارة بيت إلى إدارة شعب بأكمله. والحمد لله رب العالمين.